مساء الخير. راح احكي اليوم عن زهرة اللوتس. في حد بيعرف زهرة اللوتس؟ مشهورة. زهرة اللوتس اللي بيميز زهرة اللوتس انها بتطلع بالاوحال وبتطلع بالمستنقعات، يعني بالاوساخ اللي بنعتبرها اوساخ، ولكن برغم كل هالاوساخ بتطلع زهرة اللوتس بتبين وبتضلها، حتى اوراقها لزهرة اللوتس فيها مادة شمعية اللي حتى لا تخطر. فاليوم نحكي عن زهرة اللوتس الموجودة عندنا في الدول العربية، يعني احنا هلا عم نعيش عم نشوف كثير مستنقعات، عم نحس انه في وحول كثير، بس لازم دائما نتذكر انه في عندنا لسه زهرة اللوتس موجودة بيناتنا ولازم نركز فيها وناخذ العبر منها وتكون الهام لنا. فراح ابدا في بعض القصص هيك نوعا ما عشوائية، بس اللي هي ترجع ثقتنا بموروثنا العربي، موروث المنطقة، لأنه إذا ما كان عندنا ثقة بنفسنا بموروث تبعنا رح نضلنا حاسين بعقدة نقص، ودائماً إذا رح نضلنا نطلع على الغرب رح دائماً نحس حالنا عندنا عقدة نقص وبدنا نصير زي يصير عندنا عقدة الخواجة. فالحل تبعنا أنا بنظري إنه نرجع لموروثنا ونرجع نفتش على زهرة اللوتس الموجودة عندنا. هاي امبارح كنت أنا عم بطلع بالإنترنت بشوف حدا كان عم بيحكوا عن التطور، فكان عم بيحكي واحد انه عدم نشر الوعي، يعني البلد ما فيها وعي بالتطور، الناس مش عارفه شو معنى التطور، وما في وعي عند الناس بالتطور، لازم نعلمهم مفهوم التطور. بس لما انا بحثت ورجعت ورحت على قرى ورحت على مناطق اكتشفت انه التطور مش حاله جديده. التطور كانت طول عمرها موجوده في منطقتنا، بس ولكن كانوا يسموها اسماء ثانيه، يعني كنت اجي على الكبار في معمر اقول لهم تعرفوا المتطوعين في المنطقه، يقولوا لي شان المتطوعين. أقول لهم ما بعرف شان التطوع، يقول لي لا. بعد ما فتشت اكتشفت انها لها اسماء ثانيه، اسماء موروثنا. في شيء اسمه العونه والفزعه، او العونه، العونه لما تطلب العونه من الناس، لما واحد يبني بيته بيطلب عونه، بيجوا الناس تتطوع، او نطلب الحصاد عونه. ففي اسماء موروثنا، كلمه تطوع جينا استوردناها، صرنا نستخدمها ونفرضها لحالنا وما نفهمها، لانها مش طالعه منا. محمد الحبيبات كان في الباديه في الجنوب، كان عامل مدرسة بخيمه. هو ما اجت ولا مؤسسة غربية اجت اعطته لا جوائز ولا قالوا له انت متطوع ولا اعطوه هاي الرمز، هو من نفسه عملها بدون ما يدخل بكل هالشغلات انت متطوع وماخذ جوائز الى اخره. ففي كثير ناس كانت تتطوع ولكن ما كانت عارفة انه هذا الاسم لازم ينطبق عليها وتاخذ جوائز عشان يعترف فيها. مساعدة المحتاجين، فكرة مساعدة المحتاجين، هلا كثير بنشوف ناس كمان بتقعد بتتصور، يعني بنروح بنساعد ناس وناخذ صور والمساكين إلى آخره. كمان لما فتشت على زهرة اللوتس من مجتمعنا اكتشفت قصص كثير حلوة، منها في جبل بني حميدة بمادرة كانوا يحكوا لنا أن المحتاج في المنطقة كانوا لما الناس تروح تزوره كانوا يدهنوا السمنة على تمهم عشان لما يدخلوا ما يحرجوا، يقولوا له إنه إحنا ماكلين شبعانين ما بدنا منك شيء، ولما يطلعوا من عنده يضل تمهم كله سمنه عشان يقولوا للناس انه الزلمه اكرمنا. كان في حساسيه، كانت الناس تدير بالها على مشاعر عشان ما يقولوا انه هذا مسكين فقير. كمان حتى كمان في بالصوت وفي الكرك حكوا لي انه كانوا لما الفقير بالليل يروحوا يعطوه ماعز يربطوا له اياه ورا البيت ويعطوه قمح بنص الليل يخبوه الصبح ويلاقيه كمان عشان ما يفضحوا انه في فقر. اليوم احنا صرنا نتفاخر وناخذ صور ونشبع بهذا كله في سبيل الاعلام. هلا قصه ال 18 بقره، هذول هي قصه من بيت صحور في الانتفاضه الاولى في فلسطين. مجتمع بيت صحور قرر انه بده يستقل وما بده يتعامل مع جيش الاحتلال، ما بده يتعامل ياخذ بضائع من الاحتلال. فاشتروا 18 بقره، ما كان عندهم خبره في تربيه البقر، وجابوا دجاج وصاروا يحبوا البقر وصيروا يوزعوا لبعض الحليب ويجيبوا البيض الى اخره، وصار عندهم نوع من الاستقلاليه وقطعوا بضائع الاحتلال. الاحتلال اعلن انه هاي خطر قومي على عليهم وصاروا يطاردوا البقر لثلاث سنين، هم عم يطاردوا 18 بقره لانه حسوا قديش بيهدد استقلاليه الشعوب لما تستقل. وكل اللي عملوا هاي الفكره ما اخذوا لا ورشات من مؤسسات اجنبيه ولا شيء، المجتمع عرف يطلع في حلول منه وفيه وبتشبه الحاله كرده فعل طبيعيه. هاي صوره بقره. هلا بالنسبه للعيش المشترك، هاي وقت 17 واحد موجود فيها. بالنسبه للعيش المشترك اكتشفت، بتعرفوا انه في الكرك في خوري اسمه محمد،
في المسجد العمري انبنى على ارض كانت الوقف المسيحي. الكنيسه اللاتين في سماكيه كانت لارض اسلاميه. في مسجد بمادبا اللي بيعرفوا اسمه المسيح عيسى ابن مريم. احنا في هلا في منطقه بنعيش بنفكر انه عايشين كل كثير طوائف، كثير في طائفيه وكثير هذا، ولكن في كمان زهره اللوتس، كمان في ناس عم بتمارس. وبتعرف انه في الكرك كمان الناس بتصوم برمضان، مسيحيه بيصوموا برمضان. وفي مشعل المعايطه من قدر، قريه قدر، من قياديه بحركه الاخوان المسلمين، امه مسيحيه، يعني انضبط مسيحيين. سعيد الخطيب، هاي قصه كمان على شغله كيف كانت زمان الناس ما تفكر بالمال اكثر من كانت الاخبار. في كان اجى على عمان على البنك العربي اللي من زمان كان فندق لصديق له، اجى على الفندق فصاحبه عم بيحكي له بدي ابيع الفندق، وكان هو مرتاح ماديا سعيد الخطيب، فقال له تشتري فندق، حكى له كيف انا بدي اشتري فندق واصير ادفع الناس مصاري عشان تيجي تنام عندي، كيف للضيوف انا بدي ادفعهم مصاري يناموا، انا للضيوف بيوتي مفتوح، بيتي مفتوح للضيف، الضيف انا ما بدفع مصاري. هلا يمكن ما بتزبط اليوم، بس خلينا نفكر قديش احنا عم نبدي الاخلاق على الماده، يعني دائما احنا ايش بستفيد بعدين بفكر بالشغلات الثانيه. فهي زهرات اللوتس. سيارات الاسلاك، خالد من غور المزرعه عمره 14 سنه، للاسف فشل النظام التعليمي، ما بيعرف يقرا ولا يكتب مع انه في المدرسه. ولكن خالد عنده موهبه صناعه سيارات الاسلاك، ما تعلمها ولا حدا ولا مؤسسه جت علمته اياها، هو بالفطره بيعرف كان يشتغلها. واللي اهم من هيك انها هي لعبه، ما مش الاجانب او مدراء التصوير بالعالم اجوا فرضوا اللعبه عليه او من خلال اعلانات قالوا له هلا انت لازم تلعب هاي اللعبه، وبعد سنتين غيروا الاعلانات قالوا له هلا الموضه صارت هاي اللعبه، هو خلق لعبته اللي تشبه موروثنا، وهي اللعبه اذا تم تطويرها في الاردن هاي رح تحسن الاقتصاد، هاي رح تحول دوله لدوله صناعيه اقتصاديه، لانه الصناعه والانتاج بيبدا بهيك شغلات. مهر العروس بالزمانات، مهر العروس لما سالنا بعجلون، مهر العروس بيحكوا لنا كان راسين غنم وارض زراعيه او اي شيء له علاقه في الحياه الاستدامه، يعني في الاستدامه، يعني كنا نسال ليش؟ قالوا لانه الحلال والارض بتضلها تنتج دائما، بيصير في استدامه للانسان، والعروس بدها استدامه بحياتها. هلا صارت كل شيء يقاس في المال، ادفع ومبالغ، من زمان كان كثير في شغلات تفكير فيه استدامه، هلا مو كل شيء عم بجيب فيها من زمان، في شغلات كمان من اليوم، فبس عم بجرب اطلع قديش في شغلات ممكن ناخذها كالهام لحياتنا وشغلات ايجابيه. محمد عساف وبيئة الزيتون. محمد عساف هذا ابو محمد قرر انه صار يقول كل وبيئة زيتون راح اوزع بيئة زيتون ببلاش لكل واحد بيصوت لمحمد عساف، لانه قال انا مستحيل واحد ابن بلدي او يغني يمثل فلسطين يكون نجح بسبب بنك فلسطين راس مالي هو يلي دعمه، فقرر هو بده يدعم بالتصويت لانه ما يترك هذا الشركات. فشوف قديش في مرات حلول تطلع من الناس وقديش المبادئ والاخلاق اللي تصبح مرات الماده. فمن هالامور احنا من بلد الذكرى كان في مشكله بيت، في عائله في منطقه الغور كانت تسكن في بيت وضعه بهذا الشكل، فكان في طريقه كيف ممكن نبني بيت. هلا شركات فكرنا مرنا نجيب شركات، والشركات اصلا كانت ترفض تبني بيوت، فرجعنا لهذا الموروث العربي او الموروث البيئه، ورجعنا مع فكره التكافل الاجتماعي وفكره العوله وكيف الناس كلها مع بعض من الشعب للشعب، الشعب بيطلع بحل هاي المشكله. فعملنا نظام الكوبونات، عملنا جزأنا البيت كوبونات، يعني طوبه عملناها بنص ليره، عملنا كيس سمنت بست ليرات، يعني جزأنا البيت صرنا نبيعه على طريقه كوبونات. وبهي الصوره انا كنت في تعليل عم بقدم الفكره، والحمد لله اليوم كله الشعب اللي ساهم فيه من شماله لجنوبه لوسطه، يعني كل الناس كانت تساهم، لانه في عندنا من نص ليره ل 20 ليره كانت اغلى كوبونه. واليوم البيت عم بتعمر، وكله هذا تعمر، ما في حد اللي يحكي انا عمرته، الشعب الاردني اللي بنى بالتكافل، واحنا الحل تبعنا في المنطقه اذا ما تربطنا مع بعض تكافلنا ما حدا بيطلع في حلول. وهي هي زهره اللوتس، يعني بنصحكم تفتشوا على زهره اللوتس، انا هلا مهمتي في الحياه تفتيش على زهره اللوتس موجوده بيناتنا، وانا متاكد انها موجوده في كل محل بظل هالوحول الموجوده. شكرا.